السلام عليكم خوتي الموالي في كل مكان، مرحبا بكم. هاني كل شيء مزيان، نتمنى كل شيء يكون بخير، فريقات بخير، كل شيء مزيان. المهم الموضوع اليوم كما كنشوفوا في العنوان اسباب مرض الكوكسيديا والعلاج والوقايه منه. في هذا الفيديو غنهضروا ان شاء الله كيفاش نعمل الاسباب والطرق ديال العلاج وكيفاش الوقايه منه. نخليكم مع الفيديو ان شاء الله، غيكون الشرح بالكتابه والصور. نتمنى الله يوفقنا ونقدروا نفيدكم خوتي واخا ولو بجزء قليل ان شاء الله. نخليكم مع الفيديو.